قد تحدثنا معا عن الوضع الإقليمي ومخاطر المرتبطة بالتطورات الأخيرة في الأزمة الليبية. فرنسا وتونس معا تطلبان من الأطراف المتقاتلة أن تتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحترم التزاماتها في إطار ما تقرر في الأمم المتحدة لإعادة أمن الجميع ولتوحيد المؤسسات الليبية وللبدء بإعادة البناء لمصلحة كل الليبيين. هذا هو الموقف الذي كنا تبنيناه نحن الاثنين، ويمكنني أن أقول أن التزامكم مهم جدا في هذا الموضوع. الدرب صعب ويحتاج من كل طرف أن يتحلى بحس المسؤولية وأن تتوقف التدخلات الخارجية والأعمال الأحادية من كل الذين يزعمون التحقيق مكاسب ومواقع جديدة بفضل الحرب. وأنا قلت بوضوح كبير للرئيس إردوغان، أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. ونفس الكلام قلته بعد ظهر اليوم في حديثي مع الرئيس ترامب، لأن الأمر يتعلق بسلام بأمن ليبيا وجيرانها والمنطقة وأوروبا.